السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. في قالة الصحف لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من أفريل 2016، وإليكم اليوم أهم العناوين التي تصدرت صحف اليوم. في جريدة الخبر: لمواجهة غليان الجبهة الاجتماعية، السلطة تستنجد بالقوة العمومية. تفاصيل عن إخلاء ساحة الإدماج في بودواو. جريدة البلاد: بعد حركة الماك للانفصال فرحة مهني، العروش تركب موجة التخلاط. جريدة الفجر: استنكار نقابي وإجماع على أن القضية طويت بوحشية وبطريقة مهينة. الأمن يفض اعتصام المتعاقدين ببودواو. الوزير بدوي: تفريق الأساتذة كان سلميا ورافقناهم إلى ولايتهم. وتحذيرات من جر السلطة وقطاع التربية إلى مزيد من الاحتقان. جريدة لوسوار دالجيري: ألجيري فرانس كونترا لو كو دو فرين. لا بروي باري توتال انتر ألجي اي باري. جريدة ليبرتي: زهرة دريف أبروبو دي ريسونت زيماج دو شيف دو ليتا، بوتفليقة نوري جامي أكسبتي de se donner en spectacle. La même une de Liberté: alors que des manifestations sont prévues pour célébrer l'événement dans la sérénité, l'état civil à l'épreuve du 20 avril. Toujours dans Liberté: les grévistes de la faim évacués de force par les forces de l'ordre, le CNAPEST, le CLA et le SNTE dénoncent une atteinte à la liberté et au droit du travail. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. قالت الصحف لثلاثاء 19 من أفريل 2016. ينضم إلينا الأستاذ عثمان، الأستاذ عبد القادر جمعة، كاتب وصحفي من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، هل أنت معنا؟ نعم معكم أستاذ عبد القادر. ما هي قراءتك الأولية؟ كل الصحف تصدرها عنوان يندد بالوحشية والتعنيف الذي طال الأساتذة المتعاقدون في بودواو. بطبيعة الحال هذا شيء مؤسف جدا، يعني الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع اعتصام هؤلاء الأساتذة، يعني الطريقة مؤسفة أن يحمل الناس هكذا في الساعات الأولى من الفجر باستعمال قوات الشرطة والدرك، ويوضعوا في حافلات ثم ينقلون إلى الولايات الداخلية. يعني هذا لا يليق أن يتعامل به أيا كان مع هذه الشريحة من الأساتذة والمعلمين. يعني كان من المفروض أنه يتم استئناف أو فتح حوار حقيقي معهم للوصول إلى تسوية مرضية للجميع، ولكن للأسف يعني هذا الطريقة اللي تم بها فض هذا الاعتصام تؤكد مرة أخرى أن مقولة أو شعار الدولة المدنية المرفوعة ودولة الحريات والديمقراطية ما زال بعيدا وبعيدا جدا عن أن يتجسد في أرض الواقع. هل تظنون أستاذ عبد القادر جمعة أن هذا الملف، ملف الأساتذة المتعاقدين، غير مهم بالنسبة للسلطة الحاكمة الآن؟ وما الذي حال دون تواجد الوزيرة بن غبريط مسؤولة الوزارة الوصية وحتى رئيس الحكومة سلال، اللذان قررا عدم النزول إلى الأساتذة والاستماع إلى مطالبهم؟ هو للأسف أن هناك الآن نظرة أو طريقة تعامل سائدة عند كثير من المسؤولين في الحكومة تقوم على ميزان القوة المحض، يعني الجهة أو الطرف الذي يملك أن يحدث شغبا وأن يحدث خللا في الشارع وفي الرأي العام يتم في الغالب الاستجابة لمطالبه
كما شاهدناه مثلا في مسيرة أعوان الشرطة قبل فترة، أو فيما نشهده في بعض القضايا المحلية عندما يقوم سكان أو المواطنون بأعمال عنف إلى حد ما بقطع الطرقات والاحتجاج العنيف، غالبا ما يتم الاستجابة لمطالبهم. أما عندما يكون الاحتجاج فيه طابع من السلمية أو الشريحة أو الملف المعني لا يشكل خلينا نقول خطرا أو تهديدا أو إزعاجا مباشرا، فيتم التعامل معه بهذه الطريقة. ويبدو حتى الوزيرة سيدة بن غبريت تحاول في كثير من الأحيان أن تبدو بصورة الوزيرة الصارمة، الوزيرة التي لا تقبل التفاوض، الوزيرة التي لا تقبل التنازل أو التراجع عن قراراتها. لذلك أعتقد أن الملف سيطوى، أولا تفريق هذا الاعتصام، وثانيا سيتم إجراء المسابقة قريبا. ولا أظن ولا أعتقد أنه سيتم التراجع أو سيتم تقديم تنازلات لهؤلاء الأساتذة المحتجين. شكرا. ينضم إلينا كذلك أستاذ عثمان بسالم، محامي وناشط حقوقي من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عثمان. السلام عليكم. شكرا أستاذ عثمان. لماذا تلجأ السلطة في الجزائر دائما إلى القوة وإلى رجال الأمن لتفريق هذه الاعتصامات؟ الوزير الداخلية الأستاذ نور الدين بدوي صرح بأن تفريق الأساتذة كان سلميا ورافقناهم إلى ولاياتهم، هل هذا هو الحل؟ شكرا. أولا المشكل الأساسي الذي يطرح الآن في الجزائر هو كيفية التعاملات السياسية مع المتطلبات الاجتماعية. هناك شرخ واسع بين المتطلبات الاجتماعية وبين مفهوم السلطة لهذه المتطلبات. ففي دولة ديمقراطية يجب أن يكون هناك مفهوم السلطة أن يكون سماع المجتمع. يجب أن تكون السلطة دائما في مكان أين ترى ما هي المتطلبات الاجتماعية لكل فرد في المجتمع، لكي تستطيع أن تدير حوارا ونقاشا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا تربويا من أجل الوصول إلى حلول معينة. لكن هذا الآن هناك العكس، هناك عدم تفهم السلطة، عدم تعامل السلطة بالكيفيات التي يجب أن نتعامل بها في دولة يعني في في في, في جمهورية. إذا هذا مشكل أساسي. لماذا هذا التعامل؟ يعود هذا التعامل إلى الآن إشكاليات كبيرة في السلطة الجزائرية، وهي في آليات الحكم. هناك الآن صراع على الحكم في داخل النظام أو خارجه. هناك الآن حتى هناك قوى أجنبية تريد أن تدير هذا الصراع على مستوى إدارة الدولة. من سيحكم الجزائر؟ من سيكون له الكلمة العليا في الجزائر؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تكون فرنسا؟ هل تكون الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا أم بقيادة بريطانيا أو ألمانيا؟ يعني كل هذه الصراعات جيوستراتيجية تدخل كذلك في هذه التعاملات، تعامل الدولة بالنسبة إلى المتطلبات الاجتماعية. لأن الآن هذا هو الإشكال الأساسي الذي لا نسمعه سواء في الإعلام أو من طبقة سياسية أو من المعارضة، أي أن هناك عوامل جيوستراتيجية في تعامل السلطة مع المتطلبات الاجتماعية. لأن الآن لو رأينا في سنوات التسعينات هناك قرارات الأثني أي صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن هناك متطلبات يجب أن تقوم بها السلطة الجزائرية، وهذا ما رضخت إليه الدولة الجزائرية في ذلك الوقت. وكذلك نفس الشيء حاليا، هناك متطلبات اقتصادية تدفع الجزائر إلى اتخاذها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة. يعني جميل أستاذ عثمان. نذهب إلى ملف آخر. اقتصادية عفوا تؤثر على التعامل السياسي بالنسبة لطبقة الحكم. هناك عوامل أخرى، لكن بالنسبة إلي هذا هو العامل الأساسي أو الركيزة الكبيرة بالنسبة إلى تعامل الدولة مع المتطلبات الشعبية الاجتماعية. شكرا أستاذ عثمان. المجاهدة زهرة ظريف صرحت لليبرتي قاتلهم بأن بوتفليقة نوري جامي أكسبتي دو سو دوني أون سبيكتاكل، لم يكن ليقبل بهذه الإهانة. معلومات لست متأكدا من صحتها روجتها وسائل الإعلام هذا الصباح، مفادها أن الطبيب الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى غرينوبل بفرنسا صرح بأن الرئيس بوتفليقة يشكو من مرض ألزهايمر،
العدالة البريطانية البارحة أصدرت حكما يمنع الدولة البريطانية من إرسال من مشتبهين بانتمائهم إلى القاعدة بإرسالهم إلى الجزائر، لأن الجزائر لم تعطيهم كل الحقوق والضمانات بأن هؤلاء الناس لن يعذبوا في الجزائر. فرنسا شوهت الجزائر بصورة التي أدرجها. أستاذ عثمان، هل أنت معنا؟ فقدناه. عبد القادر جمعة، هل لا زلت معنا؟ أستاذ عبد القادر، هل أنت معنا؟ هذا المحور مهم، كنت تمنيت أن أدرجه لضيوفنا لكننا فقدناهم. نذهب أعزائي المشاهدين إلى مراسل المغربية من تونس الأستاذ غفران حسيني ليوافينا بأهم ما جاء في الصحف التونسية. زميلي عبد الغني، تحية إليك وإلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الصباح، والتي نقلت تصريحا لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيام بن سدرين تحت عنوان 40% من التونسيين الذين تعرضوا إلى انتهاكات مستعدون للمصالحة، حيث قالت سيام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة 40% من الأشخاص الذين تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مستعدون لأن يتصالحوا مع مرتكبي تلك الانتهاكات. وأكدت أن المصالحة الحقيقية السابقة لا يمكن أن تتم إلا بعد المساءلة وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وجبر أضرارهم. ولم تخفي بن سدرين كما نقلت الصباح خلال اللقاء الذي جمع هيئتها مساء أمس بقصر باردو بنواب لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، لم تخفي قلقها وهي تعدد العراقيل التي تعترض الهيئة على غرار عدم إصدار الحكومة أوامر لابد منها لعمل الهيئة وعدم تمكينهم من أرشيفات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بما يسهل عليها معرفة ضحايا الاستبداد. ننتقل الآن إلى صحيفة الضمير وتحت عنوان مشروع قانون المصادرة المدنية آلية لمكافحة الفساد أم مؤسسة للإفلات من العقاب. تابعت الضمير اختلاف المواقف والقراءات حول مشروع القانون الأساسي للمصادرة المدنية الذي أعدته مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بين رأي مؤيد أن هذا القانون يعتبر آلية لمكافحة الإرهاب ورأي آخر يعتبره مؤسسة لدولة الفساد والإفلات من العقاب. وانتظمت ندوة دولية خلال الشهر الفارط تحت إشراف رئاسة الحكومة وبتنظيم من وزارة أملاك الدولة مع الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الإجرام الجريمة والعدالة. على امتداد يومين انتظمت هذه الندوة، إلا أن هذا القانون الأساسي حسب الضمير يهدف للمصادرة المدنية وفق ما جاء في فصله الأول، إضافة إلى معاضدة الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. وقالت القاضية المكلفة بملف الأملاك المصادرة ليلى عبيد أن المحكمة لعبت دورا إيجابيا ودفعت نحو الشفافية في ملف الأملاك المصادرة، إلا أن وزارة أملاك الدولة تسعى عبر صياغتها لهذا المشروع إلى مأسسة دولة الفساد وجعل تونس جنة للإفلات من العقاب على حد تعبيرها. ننتقل الآن إلى صحيفة التونسية وتحت عنوان من ائتلاف رباعي إلى ائتلاف ثنائي، هل تقود المصالحة البلاد إلى حكم برأسين؟ كتبت التونسية أن الأيام القادمة يبدو أنها ستكون حبلى بالقرارات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية الشاملة في ظل الحملات الإعلامية والتصريحات السياسية المتواترة حول هذا الموضوع. وعلمت التونسية من مصادر مطلعة أن توافقات بصدد التشكل في اتجاه الحسم في هذا الملف نهائيا حتى لا يطرح أي إشكال مجددا قد يعوق الإصلاحات الاقتصادية التي تقدم عليها البلاد، زيادة في خلق مناخ ثقة داخلي وخارجي يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار. وتابعت التونسية أن زعيم حركة النهضة صرح أن من الاقتراحات التي ناقشها مع رئيس الدولة تصفية ملفات الماضي وطي صفحة العفو العام وتكوين صندوق وطني للتعويض لضحايا النظام السابق، حتى تتجه تونس متخففة من أثقال الماضي متضامنة متغافرة ومتعافية على حد تعبير راشد الغنوشي.
ختاما صحيفة الشروق وتحت عنوان نعم للهدنة فمن يدفع الثمن، كتبت الصحيفة أن الهدنة الاجتماعية والسياسية كانت محور اللقاء الذي جمع قائد السبسي مؤخرا بكل من الغنوشي ولقاء آخر مع حسين العباسي. هذه الهدنة تبقي الأمل الأخير للخروج من الأزمة الخانقة. وتساءلت الشروق لماذا يتعطل إقرارها وهل أن ضررها أكبر من نفعها؟ فالحادثة تناولت الوضع العام بالبلاد وضرورة بذل الجهود من أجل التهدئة الاجتماعية والسياسية. إلا أن الشروق تساءلت أن المشكلة في الهدنة هذه حقيقة يسلم بها الجميع، إلا أن المشكلة في ثمنها، فالحزب الذي يقبل بها قد يفقد بالضرورة ما كان سيغنيه من إضعاف الأحزاب التي يخاصمها أو من دوره في إسقاط الحكومة أو تغيير المنوال التنموي. هذا تقريبا زميلي عبد الغني أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. شكرا لزميلنا غفران حسيني مراسلنا من العاصمة تونس. نذهب بكم إلى زميل نبيل عبد اللوي مراسل المغاربية من المغرب. أهلا بك نبيل. مرحبا بك زميلي مهدي وبجميع السادة المشاهدين. أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصادرة اليوم نستهلها بيومية رسالة الأمة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى منح الأجانب الحق في تقديم العرائض. فقد أوصى المجلس بمنح الحق للأجانب في تقديم العرائض وذلك في إطار إعمال الفصل 30 من الدستور المغربي، وبحذف شروط القيد في اللوائح الانتخابية لممارسة الحق في تقديم العرائض، وكذا حذف شرط إرفاق اللائحة بنسخ البطائق الوطني للتعريف الخاصة بالموقعين، على اعتبار أن لائحة دعم العريضة تتضمن أرقام البطائق الوطنية للتعريف بالموقعين. جاء ذلك في رأي له يهم مشروع القانون التنظيمي الذي يهم العرائض بناء على طلب من مجلس المستشارين. في ذات اليومية دائما الحوار الاجتماعي، المزارعون يصاعدون لهجتهم. الفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر تقول إنه رغم قرارات وزارة الفلاحة والصيد البحري فإنها ظلت خارج الحوار الاجتماعي تماما، كما كان عليه الحال خلال إعداد مدونة الشغل في 2004، في حين أن لنا رأي نريد أن نطرحه، يقولون معتبرة أنه لا أحد يعرف انشغالاتنا وإكراهاتنا أفضل منا. نتحول إلى يومية الحركة. السجين الزعيمي لا يزال يزاول نشاطه الإجرامي من داخل أسوار السجن. فقد أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه توصل بمعلومة مفادها أن المسمى نجيب الزعيمي الذي يقضي عقوبة سجنية من أجل الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والقتل العمد والاختطاف والاحتجاز والتعذيب ما زال يزاول نشاطه الإجرامي من داخل أسوار السجن. وأوضح المكتب أنه على إثر ذلك انتقل فريق بحث تابع للمكتب إلى الضيعة التي ما زالت في ملكية المسمى نجيب الزعيمي والكائنة بقرية أركمان بجماعة إقليم الناظور، حيث وبعد القيام بأبحاث وتحريات تم اكتشاف وحجز كمية هامة من البنزين وأربع سيارات بترقيم مزور. نتحول إلى يومية بيان اليوم. حوالي 15 مليون هاتف ذكي وأغلبهم تستخدم لولوج الشبكات الاجتماعية. فقد أظهرت نتائج البحث الوطني السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمغرب أن عدد الهواتف الذكية المستخدمة في المغرب اقتربت من 15 مليون هاتف ذكي في عام 2015، حيث ارتفع الاستخدام بحوالي 5 مليون هاتف ذكي بالمقارنة مع 2014. وأفاد البحث الذي أنجزته الوكالة الوطنية أن 94% من المغاربة أعمارهم ما بين 12 و65 سنة يتوفرون على هاتف متنقل. نختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية لوماتا. المغرب في الصدارة عربيا وإفريقيا من حيث السكك الحديدية. فقد كشف تقرير صادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي أن المغرب يتفوق على دول إفريقيا من حيث توفير البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بالسكك الحديدية، إذ حل في المرتبة 33 عالميا متفوقا على مجموعة من الدول المتقدمة، وحل في المرتبة 55 فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية ضمن تقرير التنافسية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا إجمالا زميلي مهدي أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. شكرا لك نبيل عبد اللوي مراسلنا من المغرب. أعزائي المشاهدين نصل إلى محطة الصور الكاريكاتيرية.
انتهت حصة قالت الصحف لنهار اليوم. أعزائي المشاهدين، طاب مساءكم وفي أمان الله.